سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما اليوم 30 تموز 2024. صباح القدس أولا، كل التعازي لكل الأهل والأحبة الذين شاركونا الفقد بخسارة قامة علمية وأخلاقية ووطنية، العميد الدكتور أمين حطيط، الصديق والأخ ورفيق الدرب، والذي خسرنا فيه في الحقيقة يعني علم من الأعلام الثقافية والفكرية والمقاوم. سنتحدث عن العميد حطيط، نقاط على الحروف هو موضوعها اليوم. أنا شخصيا يعني حزين جدا بخسارة هذا الأخ والصديق الذي ترافقنا معا على الأقل يعني 15 عاما منذ حرب تموز 2006 بصيغة يعني شبه يومية. نتشاور ونتحاور ونتبادل الرأي وتقدير الموقف، وللأمانة أنه واحد من الذين كانوا يعيشون الهم، هم القضية، هم الفكرة، هم الخيار ليل نهار، ليال كثيرة لم ينم لأنه كان قلقا على سوريا مثلا أثناء الحرب، فكان يتصل أحيانا في منتصف الليل ليطمئن ليسأل، وأنا كنت في دمشق في تلك الفترة. له الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان. طبعا عندنا اليوم مجموعة أحداث يعني سنحاول قراءتها وفهمها. أولا بالنسبة لمجزرة مجدل شمس، وهي أقرب يعني أن نغادر توصيفها بالحادثة إلى الجريمة وإلى العدوان، العدوان المدبر. بات الأمر أقرب إلى القناعة بأن الأمر كان مدروسا. السبب هو أننا ندخل موجة تصعيد بذريعة الذي جرى في مجدل شمس. طبعا آخر من يمكن أن نصدق أنه مفجوع وأنه يريد أن ينتقم هو الإسرائيلي. يعني مجدل شمس ربما كثيرة هي البلدات والقرى والمدن التي تؤرق عين الاحتلال، لكن مجدل شمس في طليعتها. مجدل شمس وحدها ربما مع مجموعة صغيرة من القرى المحيطة بها نجحت في رفض الهوية الإسرائيلية، يعني في أراضي 48 أجبر الناس. طبعا البعض اختار، هذا حقيقي، لكن الذين يعني يرفضون الاحتلال أجبروا على حمل الهوية. أهل الجولان لا زالوا متمنعين يعني ويرفضون، ومش بس الجندية، الجنسية يعني مجالس محلية إلى آخره. ف يعني تصديق أن الإسرائيلي، وهو يقول أصلا اليوم أن الحادثة جاءت لأن صاروخ أطلق على جبل الشيخ فسقط في مجدل شمس. طيب حدا يحط قدامه الخريطة وبيعرف أنه حزب الله مش عم يطلق من مناطق يعني بعيدة 200 و300 كيلومتر من الأراضي السورية مثلا، أو من الهرمل 110 كيلومتر، فإنه بتفرق ساعتها يعني نص درجة، لحتى عم يطلق من مناطق لا تقع فيها مجدل شمس وجبل الشيخ على سمت واحد. يعني هو عم يطلق من الجنوب من الجبهة اللصيقة، اللي بيصير مجدل شمس هيك وجبل الشيخ هيك يعني. ف طيب انت عم بتقول انه بالغلط، طيب بالغلط ليش بدك تروح تقول بدنا نعمل حرب على لبنان وندمر لبنان، وان طالما انت عم تعتبر انه حزب الله بالغلط عمل هالشيء، وهي وحده من العمليات ساعتها اللي مثل باقي العمليات. طيب انت زعلان يعني انه هاي مستوطنه راح فيها 10 من اليهود المستوطنين الصهاينه يعني، فكلها مبينه فايت ببعضها. اثنين، انه نحن هذا التصعيد الذي يعني يجري تحت غطاء الحديث عن مجزرة مجدل شمس، عن جريمة مجدل شمس، عن العدوان على مجدل شمس، هذا التصعيد أبلغنا عنه الرئيس بوتين قبل الحادثة، يعني قبل أن يسقط الصاروخ على مجدل شمس كان الرئيس بوتين علنا
يستقبل الرئيس بشار الأسد في قمة استثنائية وأمام الإعلام، وهذا أمر معلوم أنه لما رئيس دولة بيخلي الإعلام يفوت لياخد جزء من الكلام أن لديه رسالة سياسية يريد إيصالها إعلاميا، والرسالة كانت أن المنطقة ذاهبة إلى التصعيد وأن سوريا في قلبها. وإذ الصاروخ بينزل بأرض سورية محتلة ويراد منه أن تختلط الأوراق. إشارة تانية أنه التجييش اللي انعمل على موضوع مجدل شمس، الإعلام العربي اللي اشترك بالعملية ما بيفسر اشتراكه بس الحقد على حزب الله، يعني بيفسر اشتراكه مع اشتراك الإعلام الأجنبي مع الكلام الأمريكي، مع أنه في غرفة عمليات قررت تسويق فكرة أن حزب الله وراء العملية. هلأ حزب الله وراء العملية بمجدل شمس، وحزب الله هو هدف للتصعيد. طيب فهمنا حزب الله هدف للتصعيد، لكن في شافة تانية من الموضوع اللي هي اللعب والتلاعب والعبث ببيئة الإسرائيلي عينه عليها من 48، وكان كمال جنبلاط الله يرحمه والمير مجيد متنبهين كثير للخطورة التي يلعب ويتلاعب من خلالها الإسرائيلي فكرة الدولة الدرزية، و يعني دائما الموضوع الدرزي كان تحت عناية خاصة، ولهذا السبب أن عملوا اختراق يعني يجب الاعتراف به في البيئة الدرزية في الجليل، بين المشايخ، بين حتى عسكر اللواء الجولاني، بعض الضباط الكبار، واضح يعني حتى يروي الأسرى في السجون الإسرائيلية أن بعض السجانين يعني العاملين في جيش الاحتلال من الطائفة الدرزية أشد قسوة من اليهود الصهاينة، فقدر يأخذ شريحة ويشغلها يعني. لكن بقيت الحرقة بقلبه حتى هو ويخترق في السويداء ببعض الجماعات، الحرقة بقلبه الجولان، فإذا تمكن من أن يلعب بالجولان ويعني يقول أن حزب الله هو الذي قتل أبناءكم ويربح المعركة هناك، ثم يلقى هذا شرط أول أنه الجولان يقبل الفكرة ويبلع الطعم، والشرط الثاني أنه وليد جنبلاط يستجيب ويتبنى ويقول أنه لا 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 يمكن السكوت، هذا عمل كذا، هذا حزب الله، هذا سلاحه، هاي نتيجة السلاح اللي مش بإيد الدولة، وكلام من هذا النوع. الأكيد أنه رد الفعل عند أهل الجولان ورد الفعل عند وليد جملاط أصاب الاحتلال في الصميم، يجب أن تعطى الأمور حقها. امبارح بالكلمة التي ألقيت باسم أهالي مجدل شمس، عدا عن أنه أهل مجدل شمس طردوا سموتريتش وزير المالية، طردوا بنيامين نتنياهو اللي راح امبارح ليعزي، زعبوه ما خلوه يفوت على العزاء، فوق منها تحدث باسم الأهالي يعني من فوض له الكلام بنص مكتوب، بالنص المكتوب لا نقبل بأن تستخدم دماء أطفالنا وفتيتنا ذريعة من أجل القتل ومن أجل شن حرب ومن أجل تحقيق أهداف أخرى. فبالجولان أحبط، موقف وليد جملاط كان ممتازا وعظيما وطنيا قوميا مسؤولا بلا تردد، راح من الآخر يعني، مش بس قال إنه الخبرية ما بتتصدق وإنه هذه لعبة وهذه خطة ومؤامرة وهذه، لا راح إلى مكان آخر، قال نحن مع المقاومة ووراء المقاومة في مواجهة أي عدوان، انتهى الموضوع. طبعا موقف المير طلال ممتاز، لكن عم نحكي إنه المشروع ليركب بده وليد جنبلاط، فخسر الإسرائيلي هذا الشق من الجولة، الشق اللي له علاقة اللعب بالساحة الدرزية خسره بموقف الجولان وبموقف وليد جنبلاط وطبعا من حوله سائر المواقف. هلا بقي الميل الثاني، وهون بدنا نستكشف كمان الميل الثاني اللي هي الحديث عن حرب وضربة أول شيء لجماعة الرد، يعني في حدا إنه بياخد لك إياها هيك يعني سلاها ببلاها، انه شو راح يردوا الاسرائيليين لحتى يسوق ضمنا انه الضربه وراها حزب الله وانه في رد اسرائيلي. طيب يعني ما لتقول رد لازم تكون معتبر انه انت مسلم بانه هذا الصاروخ لحزب الله،
في عدوان حتى مش ضربة. طيب الإسرائيليين والأمريكان شالوا من الحكي موضوع الحرب الكبرى، خلينا نناقش بالحرب الصغرى. هني عم بيقولوا أيام قتالية وعم بيقولوا ضربة موجعة ما تسرب من نقاشات في المجلس الوزاري المصغر عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه نتنياهو وبنغفير وسموتريتش أنه لازم ضربة قاسية مؤلمة موجعة. بعضهم قال، واحد من التافهين يعني، هذا وزير خارجيته، منين جايبينه، منين مفلتينه، من أي حظيرة هذا؟ قال شو، سيتلقى ضربة لم يذق مثلها في حياته. شو، وين عايش الزلمة؟ طيب مبدأ الضربة، مبدأ الضربة عم بيناقشوه وبقلبوه وجه وقفا ويمين وشمال، لدرجة انه العسكر كما قالت الصحافة الإسرائيلية انه الضباط اللي حضروا اجتماع، يعني بيناتهم رئيس الأركان ورئيس المخابرات ورئيس الشباك وإلى آخره، عم بيقولوا انه خلونا بعد ما عندنا جواب عم نفتش على هدف نستطيع أن نقدمه داخل إسرائيل، يعني داخل الرأي العام الإسرائيلي بصفته ردا للمهابة، ولا يقرأه حزب الله خرقا لقواعد الاشتباك فيبني عليه ردا شديد القسوة، لأننا لا نريد أن نذهب إلى سجال الرد والرد. وهذا الحكي عن أيام قتالية اللي عم تبيعه بعض القنوات العربية السخيفة والمريضة والحقودة، مش موجود بالحكي تاع العسكر الإسرائيلي. شو أيام قتالية؟ أيام قتالية بدها تتكسر فيها الآلة الحربية الإسرائيلية، مفكرين لعبوا مزح إنه أيام قتالية، يعني شو أيام قتالية؟ أيام قتالية إنه بدها تفوت يعني وحدات من الجيش الإسرائيلي بدهم يحملوها على ظهورهم إنه طالعين بلا دبابات وبلا جنود وبلا ضباط، بدهم يطلبوا يركعوا ليطلبوا وقف إطلاق نار بس ليسحبوا أشلاء ضحاياهم. مع مين علقانين؟ مع مين؟ حزب الله 2006 وكانت مجازر الدبابات بسهل الخيام وبوادي الحجير. حزب الله 2024 والجيش مش جاي بكامل عافيته وبعده ظاهر من الثكنات مثل ما كان بال 2006، له 6 سنين مرتاح بيتدرب وبيتجهز ومعنويات عالية، هلا جاي مكسر مطحبش مش باقي منه شيء عشي. فانه ايام قتالية، انا شخصيا بتأشك بانه رح يعملوا شيء، لأنه رأيي أنه هون في إشارة مهمة أنه التفاوض ماشي. طيب ليش ما بنفكر أنه الإسرائيلي بده يحاول يبيع أنه صرف النظر عن الضربة على لبنان مقابل مكاسب معينة، مقابل مرونة معينة في الملف التفاوضي، وأنه عال يعني عم نشيل من الطريق وقف الحرب على غزة وعدم التصعيد على جبهة لبنان، وهذا خيي راعوه بهاي، وما عم بيقول بده يبقى الجيش الإسرائيلي بقلب غزة، خلي نقاط مراقبة أوروبية عربية، يعني ضغط نفسي على الفريق المفاوض باسم المقاومة. أنا لا أستبعد أنه لأنه الإسرائيلي إذا بده يعمل أي شيء، طيب المقاومة غير معنية بالتسميات، بسميها حرب بسميها ضربة بسميها مدري شو، حر هو أيام قتالية يسمي اللي بده إياه. المعادلة تاعت المقاومة بسيطة، تضرب بنضرب، بتوسع بنوسع، بتعلي بنعلي، هلا يعني تستخدم سلاح تقيل بنستخدم اتقل، تستخدم سلاح بعيد بنستخدم ابعد، تستخدم سلاح مدمر بنستخدم ادمر يعني اشد تدميرا بس مشان الوزن. شو يعني هاي معادلة المقاومة، انه نحن شغلنا عم نكمله كل يوم، المقاومة كأنها لا شيء من الكلام عن الحرب، تقوم بجدول اعمالها الذي اعدته ليه مهمة جبهة الإسناد مثل الأيام اللي قبل، قبل التهديد وبعد التهديد، ما تغير شيء بأداء المقاومة، وفي اللحظة اللي بيخرج فيها عن هذا النطاق بصير أكبر، الرد بيكون أكبر، وعم يحكوا على اغتيال وعم بفتش، ماشي ماشي إسرائيلي بيقدر يغتال، والمقاومة عم تاخذ احتياطات دائما قدر المستطاع، لكن هي يعني مجهزة نفسيا لتقبل، لكن لتقبل والرد، وكل ما علي الاستهداف كل ما علي الرد، والإسرائيلي صار يعرف هالشي، صار يعرف هالشي، وكل مرة على مرة بتوسع نطاق الرد وبتزيد نيرانه وبتزيد الخسائر المترتبة عليه. طيب بيحمل، يحمل، ما هي حرب، المقاتلين والمقاومين وقادة المقاومة
أصلا يعني هم مشاريع شهداء. فبالنسبة لهم نعم هذه خسائر وتؤثر ومش سهلة نفسيا وحتى عمليا وميدانيا، لابد من الحيطة والحذر، لكن في نهاية المطاف المقاومة مسلمة أنها تخوض حربا وتعرف بأن في هذه الحرب لا شيء يؤتى بالمجان، خصوصا النصر. ولكن معادلات سهل المقاومة، معادلات سهل، عندما تقتل كادرا قياديا فإن هذا له مترتبات في الميدان، وعندما تقتل قائدا أعلى فإن هذا له مترتبات أعلى في الميدان. فتحمل يعني أنت الإسرائيلي بتحمل شرف عمود، تحمل تفوت على عيتا، على بنت جبيل، على شرف جرب، تحمل تقصف مدن كمان جرب. انه هلا انه عم بيربحونا جميلة، قال المطار والضاحية وبيروت خارج الاستهداف، يستهدفون. ما اذا فيك حيل انك تحمل الاستهداف الذي سينجم عن استهدافه ويستهدف، ما انت بتعرف المطار، قال لك يا السيد من سنين مطار عاصمتنا بمطار عاصمتكم، يعني مطار رفيق الحريري بمطار بن غوريون، هيك موانئنا موانئكم، ما بيل بعضهم، تضرب ميناء نضرب ميناء، عندك صواريخ وقذائف تسقط بناية، عندنا صواريخ وقذائف بتسقط بنايتين، بتقتل 1000 بنقتل 1000. فالعاب اللعبة إذا قادر لها هلا. فأنا رأيي إنه العسكر الإسرائيلي ونتنياهو مش أهبل، يعني بيعرف جيدا إنه يدخل في معادلة يصعب السيطرة عليها وما راح يطلع منها ربحان، لا ماديا ولا معنويا، فليش يعملها؟ بينما استخدامها واستثمارها، خاصة بعد ما فشلت هلا قصة اللعب بالمكون الدرزي واستثمار الجريمة لخلق يعني تداعيات وتدحرجات معينة تربك المقاومة، وسوريا بعمل فتنوي هنا وهناك، طالما هذا فشل، لأنه هذا لو نجح أنا برأيي إيه كان ممكن العمل العسكري يكمل الوظيفة، يعني وظيفة الفتنة بدها عمل عسكري يواكبها لا يعطي مصداقية، أنه إذا طلع وليد جملاط يقول أنه حزب الله اللي خرب اللي عمل هذا السلاح المتفلت المؤذي، هذا لازم تطلع إسرائيل تضربه وإلا بيفقد مصداقيته، لازم تضرب حتى على سوريا وإلا اللي بالسويدة شو كيف بدهم يقولوا، يعني كيف بده يتم الزج فيهم بهذه اللعبة. فبصير بين لبنان بين السويدة بين الجولان، ايه بتستاهل. انا رأيي فرط الفيلم يعني، وكل ما مر وقت كل ما الاسرائيل كل ما بردت المسألة، وهي بتصح لما دولة مثل ايران بتطول وقت لانه عم تعيشوا على اعصابه عم تحرقوا، هاي المقاومة عادي عم تشتغل عملها اليومي، يعني مش انه والله عايش الهاجس وين واجوا ما نمنا الليلة صرنا على الفاضي تعبانين اليوم، وبيقوم تجي الضربة. المقاومة مش هيك يعني، يكمل شغلها العادي. الإيراني كان جزء أنه عم بيحضر شيء بحجم لأنه يريد ردا استراتيجيا يقول بعده أنا جاهز للحرب، فهل أنتم جاهزون؟ هذا كان الرد الإيراني. هل الإسرائيلي بوضع يستطيع القول فيه أنا جاهز للحرب فهل أنتم جاهزون؟ ستقول المقاومة نعم يلا بنا إلى الحرب. ف من هون أنا أميل أنه بعد فشل هذه الحلقة أنه نحن قدام عملية استثمار تفاوضي، والمفاوضات واضح أنه ماشي، واضح أنه المفاوضات فيها كثير من البحث الجاري والشغال. فبعتقد أنه أنا شخصياً يعني أرجح أنه ما نكون قدام هذا المشهد العسكري. هلا كل شيء وارد انه يكونوا الاسرائيليين قدام فكره العمليه اللي هاي اللي حكوا عنها العسكر، مش اللي عم يحكي عنها لا سموتريتش ولا بنجفير ولا حتى جالنت، وهذا اللي عم بيقولوا العسكر كما نقلت وسائل الاعلام انه عمليه يعني بيقدروا يبيعوها للراي العام الاسرائيلي انه عملوا شيء، انه نحن ضربنا مخزن سري أجهزة الصواريخ الدقيقة، يعني اللي بتعمل الصواريخ دقيقة، إنه هولي أشياء إلكترونية موجودة بمحل ما حدا بيعرف صدق ولا كذب، وإنه المقاومة تعلم أن هذا لا يغير قواعد الاشتباك، إنه عم فتشوا على هيك شيء.
على كل حال، المقاومة يعني علمتنا بأنها جاهزة لكل الاحتمالات، والثقة بهذه المقاومة لم تعد تحتاج إلى يعني إثباتات وأدلة ووقائع. أنتقل إلى مانشيت البناء: الجولان يطرد نتنياهو، والخارجية السورية: الجولان حاضنة المقاومة ولا يطعنها. المقاومة هي من سوف يرد إذا وقع العدوان، وعلى الاحتلال تحمل التبعات. رحيل المفكر الاستراتيجي العميد أمين حطيط الذي أظهر حدود لبنان يوم التحرير. كتب المحرر السياسي: قال أهالي الجولان كلمتهم في بيان رفضوا فيه استغلال مأساة فقد أبنائهم لتبرير العدوان على لبنان والتسبب بجرائم تشبه تلك التي يرتكبها الاحتلال في غزة. وبعدما طرد أهالي مجدل شمس وسائر بلدات الجولان وزير المالية العنصري بتسلائيل سموتريتش، طردوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورفض أهالي شهداء مجدل الشمس الذين سقطوا في مجزرة الصاروخ الإسرائيلي أن يدخل نتنياهو إلى مجلس العزاء وأن يتقبلوا مواساته. ورفع نشطاء من الجولان لافتات كتب عليها: نتنياهو مجرم حرب، ارحل من هنا. وأصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا عن مجزرة مجدل الشمس قالت فيه: إن شعبنا في الجولان السوري المحتل والذي رفض على مدى عقود من الاحتلال الإسرائيلي أن يتنازل عن هويته العربية السورية لن تنطلي عليه أكاذيب الاحتلال واتهاماته الباطلة للمقاومة الوطنية اللبنانية بأنها هي التي قصفت مجدل شمس، ولا سيما أن أهلنا في الجولان السوري كانوا وما زالوا وسيبقون جزءا أصيلا من مقاومة المحتل ومقاومة سياساته العدوانية التي تستبيح الأرض والهوية. في لبنان واصلت المقاومة عملياتها باستهداف مواقع الاحتلال بعشرات الصواريخ غير آبهة بالتهديدات الصادرة عن قيادات الكيان وجيشه. وأكدت قيادات لبنانية رفض توصيف العدوان الإسرائيلي الذي يهدد الاحتلال بشنه على لبنان بالرد، وقالوا إن المقاومة هي من سوف يكون في موقع الرد، وما سيجري هو عدوان، لأن الحديث عن رد إسرائيلي يعني قبول الكذبة الإسرائيلية بمحاولة إلصاق مسؤولية مجزرة مجدل شمس بالمقاومة. وقالت مصادر متابعة للمواجهة وللتهديدات إن جيش الاحتلال معني بأن يقيم حساباته جيدا قبل التورط بحرب كبرى أو حرب صغرى، فالمقاومة غير معنية بالتسميات ومعادلتها بسيطة: الرد بالتماثل والتوازي والتوازن، فكل اعتداء له رد، والرد من الحجم والنوع والمدى نفسه. وزيادة حبة مسك: وعلى جيش الاحتلال أن يحسب، هون حبة خردق بتصير أو بارود، وعلى جيش الاحتلال أن يحسب حساباته جيدا قبل أن يتورط بما هو أعظم وأخطر من ورطته التي زينها له نتنياهو في حرب غزة. في لبنان أيضا يودع اليوم محبو المقاومة المفكر الاستراتيجي العميد أمين حطيط الذي توفي بجلطة دماغية يوم أمس. والعميد حطيط هو الضابط اللبناني الذي قاد عملية إظهار حدود لبنان يوم التحرير في أيار عام 2000، مكلفا من الرئيس المقاوم العماد أمين لحود، وهو من كتاب جريدة البناء المثابرين منذ 15 سنة، وشخصية إعلامية وأكاديمية أسهمت في صناعة وصياغة ثقافة المقاومة وأدبياتها، وشملت مساهماته الأوضاع في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وبقيت موصلته دائما فلسطين. وكان من الذين رأوا من اليوم الأول لطوفان الأقصى أن كيان الاحتلال دخل في العد التنازلي للزوال رحمه الله. أنتقل إلى نقاط على الحروف: رحل الأمين على الحدود وبقيت العهدة عند الأمين الأول. صعقني الخبر كما يوم رحيل الأنيس، فالأمين كان صديقا لصيقا كما كان النقاش، ومن تزاحمت الألقاب عليه وزهد بها كنت أحب أن أناديه بلقبه الأول العقيد يوم عرفته، ثم العميد أمين حطيط، نظيف العقل والكف والقلب والروح والجيب،
شجاع في الميدان، شجاع في المواقف، شجاع في قولها. ولأنني تماهيت مع القيم والمفاهيم التي استقرت نفسي عليها وتصالح عقلي معها وصارت معايير الصداقة عندي صعبة الاستجابة، بقيت لي قلة نادرة من الأصدقاء وهي تتناقص منذ رحيل الأنيس، وها هو الأمين يرحل وما بقي أقل من قبضة يد واحدة ربما، فلم يعد بوسعي أن أتخذ صديقا ليس عالما وليس فارسا وليس نبيلا وليس فاعلا وليس من جماعة الإتقان والمثابرة في حرب الوعي التي نخوضها على مستوى بلدنا وأمتنا وأحرار العالم، وليس صديقي من لم يكن زاهدا بالمناصب والمكاسب وعدوا لطلب المال والشهرة، عصيا على الكسر، عصيا على العصر، كما هي غزة وكما هو جنوب لبنان. وقد كان الأمين كما كان الأنيس من هذه القلة العبقرية النادرة كندرة الألماس والذهب. خلال أكثر من 30 سنة عرفته فيها منذ كان ضابطا محاضرا في العلوم الاستراتيجية، وكان من الذين يضعون القواعد النظرية لقوانين الحروب في القرن 21 بصفتها حروب المقاومة، وكان هذا هو موضوع حواراتنا الهادئة. ثم جاء انتصار المقاومة عام 2000، وكلفه الرئيس المقاوم العماد إيميل لحود تمثيل لبنان في مهمة إظهار النقاط الحدودية في اللجنة الدولية التي ترأسها المبعوث الدولي تيري رود لارسون، فكان بطلا من أبطال السيادة والاستقلال والمقاومة، ويعود له الفضل في إثبات لبنانية النقاط والمساحات التي أجبر الاحتلال على مغادرتها وإظهار تلك التي لا زال لبنان يتحفظ عليها. ولا حاجة لذكر حجم الترهيب والترغيب الذي انتصر عليه هذا البطل الوطني ليحمي مصالح وطنه وحقوقه بالأخلاق التي كانت رصيداً لا يساوم عليه. ويوم اتصلت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت بالرئيس لحود تتلو عليه مزاميرها التلمودية، هي بدها كان اعتراف بأنه الإسرائيلي انسحب، الجنرال حطيط كان رافض يعطي هذا الإقرار ويقول لا زالت لنا مناطق تحت الاحتلال. فتجي أولبرايت بتلفن للرئيس لحود، ما بصير، ما بيجوز، أنا مجلس الأمن مجتمع، هلأ نحن بدنا نبلغ بأنه نعم لبنان يقول بأن الانسحاب تم حتى يصدر قرار بأنه تنفذ ال 425. فالرئيس لحود عم بجادلها انه هذا الحكي ما بصير، وهذه ارض بلاد ووطن، هي مش كرمال اجتماعك بمجلس الامن، نحن بدنا نبيع ارضنا ونبيع بلادنا. بالاخر بتغضب بتقول له انت مش عارف مع مين عم تحكي، انت عم تحكي وزيره خارجيه امريكا. فبيقول له الرئيس لحود انت اللي مش عارفه مع مين عم تحكي، معودين على رؤساء بلاد تانية بيسمحوا لكم بيقبلوا منكم، انت حره وهني احرار، لكن انت عم تحكي رئيس جمهورية لبنان، ورئيس جمهورية لبنان صارت عنده الساعة 4 الصبح بده يروح ينام، وسكر الخط. بسياق الاتصال كانت أولبرايت تحمل، كان الجنرال حطيط موضوع النقاش انه منو هذا الضابط اللي عندك هذا حطيط اللي مش عم يقبل وكل شوي بيخترع لهم قصة وبيعمل لهم حكاية وفي هاي وفي هاي وفي هاي، وحملته مسؤولية عرقلة التوصل إلى إعلان إتمام الانسحاب وافتعال طلبات غير معقولة في الخط الحدودي. كان الرئيس لحود يقول الجنرال حطيط أنا وأنا الجنرال حطيط. ثم تقاعد الجنرال، لكن المقاوم لم يتقاعد، أما المفكر فقد اعتبرها البداية وأعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة من ورشة البناء، وقد أعد لها العدة هو وداخل المؤسسة العسكرية، حيث أصبح أستاذا جامعيا حاملا عدة شهادات في عدة اختصاصات، دكتوراه بالقانون الدولي وبالفلسفة بالأدب، كاتبا لا يهدأ، ناشرا لفكر استراتيجي يقوم على ثقافة حروب المقاومة. وجاءت حرب تموز 2006 التي كانت بوادرها وإشاراتها تنذر بقرب وقوعها، فتنادينا للقاء وبادرت لدعوة ثلة من الفرسان إلى اجتماع تأسيسي حاكي عنه أنا عدة مرات، كنا حوالي 40 إلى 50 شخص،
رجل وامرأة من إعلاميين وأساتذة جامعات ومفكرين وسياسيين، وكان الأمين والأنيس، يعني كان أنيس نقاش وأمين حطير في طليعة الذين بادرت للاتصال بهم ودعوتهم لتأسيس غرفة عمليات إعلامية استباقية. وكانوا للأمانة اثنيناتهم والوزير السابق ميشيل سماحة من أوائل الذين يصلون إلى الاجتماع الساعة 7، يكون قاعدين بتبلش تجي الملخصات من الشباب اللي عم يشتغلوا، كانوا من وجه الصبح على شو في، على ماذا يدور الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، الخطاب الإعلامي الغربي، الخطاب الإعلامي بالقنوات العربية والصحف العربية المناوئة للمقاومة، وبعد النقاش نضع محددات خطابنا الإعلامي نحن، وإذا في شيء لازم نرفعه لسماحة السيد نناقش ونرفعه بصفتنا من خيار المقاومة ومن أهل المقاومة. وغالبا ما كان الأمين هو كان يصر العميد حطيط أن يتولى كتابة تقدير الموقف، ويكون سائر الفرسان الأربعين الخمسين حضروا في التاسعة، يبدأ نقاش شرح حوار للعشرة، عشرة خلاص كل واحد بده يكون على رأس عمله، اللي بيطلع على قناة فضائية عربية هذا على الجزيرة، هذا على العربية، هذا هون، هذا هون، هذا على الـBC، نتوزع حسب الاتصالات والطلبات، كل واحد عارف مين اللي متصل فيه وبده منه حديث، شي على القنوات الفرنسية، شي على القنوات البريطانية، شي بيروح لا بيكتب بيحضر بيترجم بيألف بيعمل مقالات وهكذا. كانت حرب تموز المحطة التاريخية التي ترسخت فيها صداقتي بكل من الأنيسي والأمين اللي بعرفهم قبل، نحكي قبل، لكن هالمحطة بينا 130 135 يوم معا. خلصت الحرب ضلينا مكملين، لا بعتقد يعني يا كانون ثاني يا كانون أول، كانون أول 2006 أو كانون ثاني 2007. وعندما بدأت الحرب الكونية على سوريا ولبست ثوب ربيع كاذب، كما كان الأنيس كان الأمين من أولها، ما تاهت علينا البوصلة، يعني مؤامرة كبرى على سوريا شو فينا نعمل؟ فقامتان تنتصبان شامختين لوقفة العز، وكنا على تشاور دائم، حوار مستمر. وغالبا ما كان الأمين يتدخل ناصحا في بعض التفاصيل العسكرية، حملني إياه يقول لي طالع على الشام أو أنت بالشام، نعم اسمع لك هولي عم يعملوا هيك 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 هيك، أنا أتوقع كذا، أقدر كذا، خلي الشباب ينتبهوا للمنطقة الفلانية، وهكذا دائما دائما. ولما كنت أنقل المسؤولين السوريين القادة الكبار في سوريا، منهم من استشهد ومنهم من لا يزال حيا، دائما كان سمعة العميد حطيط محل تقدير، كان يعني محبته مكانته قيمته، كانوا يصروا داخلك وصل له قديش بنحبه ومنقدره ويعني ونثق بآرائه. طبعا انا هو بلش 2010 يكتب بالبناء قبلي، قبل ما اعمل انا رئيس تحرير. انا 2015 تسلمت رئاسة التحرير، فإلي 10 سنين انا وياه، عندنا يعني زمالي هو يكتب كل اسبوع، مجموع مقالاته فوق 700 مقال، يعني اذا 15 سنه وبالاسبوع مقال عم تحكي 750 800 مقال، وكلها تنضح فكرا وثقافه وعلما ومعرفه ووضوح رؤيه تشكل بذاتها اكاديميه معرفيه تحكي تاريخ لبنان والمنطقه والمقاومه خلال هذه السنوات. رحل الامين على الحدود، هو أمين على الحدود فعلا، يعني هو العلامة الفارقة التي سيبقى يذكر فيها عبر التاريخ، إذا قلت ترسيم الحدود، تظهير الحدود، إثبات الخط الحدودي، حتى الخط الأزرق هذا خط أمين حطيت. فرحل الأمين على الحدود وبقيت الأمانة الحدود عهدة في اليد الأمينة سماحة السيد، يد الأمين الأول الذي أحبه الراحل حتى حدود العشق، ورأى فيه كان يوصفه للسيد جنرال القرن الواحد والعشرين وسيد حروب القرن الواحد والعشرين. لذلك أول التعازي بالرحيل لسيد المقام سماحة السيد حسن نصر الله عظم الله أجره، سماحة السيد الذي خسر أحد فرسان الفكر وعلماء الاستراتيجية وفلاسفة المقاومة وكل مشاعر الحب والود والمواساة لعائلته ولكل الذين عرفوه وأحبوه رمزا من رموز لبنان المقاوم،
طبعا متواضع مستجيب، الاعلام بيناديه ما بيقول لا، ما بيدخر لحظه، حتى اخر ايامه طلع على الجنوب وقعد بالدوير مجهز مثل يعني غرفه عمليات، الانترنت والانترنت البديل والكهرباء والموتور واليو بي اس والهذا ليضل على اتصال، ما قطع يعني ولا محطه ولا موقع ولا جهه بدها منه حوار بدها منه حديث الا هو جاهز، زوم سكايبي شو بتكون انا حاضر، وكل ما حدا يطلبه باليوم ممكن يعطي 3 و4 حوارات. العزاء لكل الزملاء والكتاب في البناء، الحزينة فعلا على الرحيل، وأنا أتحدث يعني من خلال ما سمعته من الزملاء، الطريقة اللي تفاعلوا فيها، اللي كتبوا، اللي علقوا. والبناء اليوم كان العدد مليان يعني شهادات ومشاعر عن رحيل الأمين، وعدد الغد مع خبر التشييع أيضا سيكون زاخرا بعدد آخر من التعليقات. الحديث عن العدوان أشد فاعلية من التعليق السياسي، كتب ناصر قنديل. بالتوازي يسير الحديث عن ضربة واسعة على لبنان مع زخم تفاوضي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة. لم يعد بنيامين نتنياهو يرفض تضمينه إنهاء الحرب، إنه هو مبلغ إنه موافق يكون بالنص على الاتفاق إنه ينهي الحرب. نقاش ما عاد هون، صار عم بيناقش على الانسحاب بده يحافظ على نقاط، عم بيناقش على الأسرى بفلت ما بفلت، القادة كلهم نصهم إلى آخره، عم بيناقش على إدارة غزة، مجالس محلية عشائرية إلى آخره. فما عاد عم بيناقش بمبدأ إنهاء الحرب سلم، لكنه أضاف إلى يعني حركته شروطا تحاول إفراغ نصر المقاومة من محتواه تحت شعار تلبية المطالب لكن بشروط، منها مثلا أنه موافق على الانسحاب من غزة، شرط نشر مراقبين عرب ودوليين في نقاط كان يريد الاحتلال الاحتفاظ بها مثل نتسارين، فيلادلفيا، معبر رفح، قبول الإفراج عن الأسرى القادة بشرط إبعادهم عن الضفة الغربية، معالجة إدارة غزة بعد الانسحاب على القطعة، أنه هون مش هون يعني اتركها نشوفها خلي بعد الانسحاب، حيث يمكن أن يتم تشكيل مجالس محلية تشكل، وحيث لا يمكن لا تشكل، حيث فتح هي السائدة تكون فتح، حيث حماس لتكن، وبالتالي حيث شركات الإعمار ستقيم تنشئ ما يشبه ميليشيات حولها بين الموظفين والحراس والشوفارية وهذا، وما تبقى لحماس فليبقى لها. المقاومة ترفض تسلم مقترحات نتنياهو، وفي الكيان كثيرون يقولون إن مقترحات نتنياهو قد تؤدي إلى إفشال المفاوضات، إفشال المسار التفاوضي. وينضم وزير الحرب يؤاف جالنت إلى هؤلاء، بارح قايل هيك إنه مطالب نتنياهو قد تفجر المسار. ولا يمكن تصديق الكلام عن امتعاض أمريكي من طروحات نتنياهو، لأن اجتماع جنيف للوسطاء جاء مصمما لتلقي طروحات نتنياهو بعدما تم إنضاجها في واشنطن في لقاءات نتنياهو بالمسؤولين الأمريكيين وفق معادلة خطاب الحرب والتهديد بتوسيعها من قبل نتنياهو، هو ورقة ضغط لتسويق مقترحات نتنياهو ورؤية ما يمكن تحقيقه منها. اتفاق واشنطن ليس منفصلا، هذا الاتفاق مع نتنياهو ليس منفصلا عن سعي إدارة الرئيس جو بايدن لتعطيل كل من المصالحة السورية التركية والانسحاب الأمريكي من سوريا والعراق، وفي ذلك مصلحة أمريكية إسرائيلية، تصعيد بصير مش بس لخدمة العروض التفاوضية كمان لخدمة المصالح الأمريكية. وإذا تعذر التعطيل فالتأجيل لمنع التزامن بين اتفاق غزة مع انتصارات يحققها محور المقاومة بهذا الحجم، والتأجيل يتيح التفرغ للضغط للتلاعب باتفاق غزة بالحد الأقصى، لكن على قاعدة: أولا عدم إضاعة الفرصة، والثانية عدم التدحرج نحو حرب. هنا يصير السؤال عن جدية ذهاب جيش الاحتلال إلى عمل عسكري كبير ضد المقاومة في لبنان يصير سؤالا مشروعا، خاصة مع إدراك ما ينتظر الاحتلال حتى لو دون الحرب الكبرى إذا ذهب لحرب صغرى أو كبرى مع المقاومة في لبنان، فالتبعات سوف تكون من الحالتين فوق قدرة الكيان على التحمل، والنتائج كلها خسائر، مع التحذير من تسمية هذا العمل العسكري بالرد على مجزرة مجدل شمس، لأن الاحتلال هو الذي قتل وارتكب الجريمة
وربما بصورة مخطط لها لتخديم سياق التصعيد من جهة، والاتهام المقاومة من جهة، وللتلاعب والعبث بشرائح المكون الدرزي في فلسطين ولبنان وسوريا، وهو ما تم تعطيله بوعي أبناء مجدل شمس العربية السورية المقاومة، وبالموقف الشجاع والوطني لزعيم الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان مطلوبا انضمامه إلى المشروع ليتاح له النجاح. يصير السؤال مشروعا، هل الحديث عن الحرب أشد فعالية وأكثر أمانا من خوض غمارها بالنسبة لكيان الاحتلال؟ وتوظيف مناخ التهديد بالعدوان في المسار التفاوضي وصولا إلى إنتاج الاتفاق، وعندها القول أنه بيقات ألا بيضل يصرخ بدنا نحارب وعم بفاوض، بيوصل لاتفاق بيقول طيب شو ما نعمل، كنا رايحين نعمل له ضربة لحزب الله، حظه منيح يا خيي أنه وصلنا لاتفاق هلا ما عاش في ضربات. يعني بيتم إخراج الهرب من الحرب أو من العملية العسكرية التي ستكون ردودها مؤلمة وقاسية على كيان الاحتلال، الهرب بالذهاب إلى الاتفاق مع غزة والتذرع بالاتفاق لعدم شن الحرب. بنروح على خفايا وكواليس. خفايا: كشفت وسائل الإعلام في كيان الاحتلال عن تصدي القادة العسكريين لدعوات بعض الوزراء في المجلس الوزاري المصغر لضربة واسعة في لبنان على قاعدة، قالوا العسكريين إن الجيش لا يتحمل التورط بالانخراط في حرب مع المقاومة في لبنان، وأن المطلوب عمل عسكري يمكن تقديمه كإعادة اعتبار للقوة الإسرائيلية إعلاميا ولا يقرأه حزب الله خرقا لقواعد الاشتباك يستدعي توسيع الحرب. كواليس: قال مرجع سياسي أنه كان يميز مواقف الدول من التهديد الإسرائيلي بالحرب على لبنان. من شو كان يميز؟ من كلام سفرائها خلال اتصالاتهم أو زياراتهم بين سفير يتحدث عن رد إسرائيلي وآخر يتحدث عن ضربة إسرائيلية وثالث يتحدث عن عدوان إسرائيلي. لكنه اكتشف، أي المرجع السياسي، أن هذه القاعدة بالتقسيم تنطبق على اللبنانيين أيضا الذين لا يخجل بعضهم من الحديث عن رد إسرائيلي وتبني الرواية الإسرائيلية واتهام المقاومة بمجزرة مجدل شمس. هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم أحبائي وأعزائي، هذا حديث العاصمة، لكم صباح القدس، ودائما سلام القدس لكم وعليكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة يوم غد.